في نفس الإطار مشاهدينا تنضم إلينا المهندسة إنجي والدة محمد، أحد العاملين في أوكرانيا. أهلا بحضرتك مهندسة إنجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أهلا السلام. بك يا أستاذة رانيا. أنا يعني والله يعني مش عارفة أشكركم إزاي. ربنا يا رب يحفظ بلدنا ويخلي لنا قيادتنا ويخلي لنا الرئيس ويخلي لنا الحكومة. أنا يعني يا رب العالمين، أنا مش عارفة أوصف لكم فرحتي إزاي إن أنا هقدر أشوف ابني وينام في حضني النهاردة. يعني أنا ابني بقالي 5 أيام أو 6 أيام من ساعة ما الموضوع ده بدأ، وإحنا والله في البيت كلنا ما بننامش وتعبانين جدا. الحمد لله رب العالمين. هو أنا حاسة بالدموع في كلامك الحقيقة مهندسة إنجي، حقيقة الحمد كلنا لله رب متضامنين العالمين. معاكي ربنا جدا. يا ربي يا ربي يحفظ مصر ويحفظ قيادتها ويحفظ جيشها ويحفظ شعبها كله، وما تتحطش يعني في أي موقف وحش. ربنا يا ربي يصلح حالنا كلنا ويحفظ لنا. يعني صراحة يعني طب احكي الحكومة لنا. المصرية طبعا اكيد الحكومة الحكومة المصرية المصرية ليها دور والسفارة كبير المصرية جدا طبعا. يعني عملت أكتر من اللي احنا كنا نتمناه ونتوقعه. يعني ربنا يا رب يكرمهم ويخليهم لينا يا رب إن شاء الله. طيب احكي لنا اكتر مهندسة انجي عن الايام اللي فاتت، مرت عليكم ازاي؟ كنتوا عايشين ازاي؟ هل كان في تواصل مع محمد؟ يعني احكي لنا كواليس الفترة اللي احنا فاتت. يعني صراحة كنا على طول متواصلين معاه، يعني بنكلمه على طول باستمرار لحظة بلحظة، لان طبعا الاوضاع هناك كانت سيئة جدا. المشكلة ان انا ابني يعني في اخر سنة دراسية، وهو كان يعني خلاص بيخلص ورقه، فهو لحد اخر لحظة اقول له حاول ان انت تيجي، يقول لي انا مش هينفع امشي لان انا ما خدتش ورق من الجامعة يفيد ان انا خلصت دراسة فيها، يعني فلازم اقعد اخلص ورقي لان هو هو طالب طالب مش نهائي. كده؟ هو طالب مش هو طالب لا لا مش في بيعمل مدرسة في هناك. جامعة ترنوبل، طالب في كلية طب أسنان في جامعة ترنوبل. جميل، دايما فهو مشرفينا دايما الطلبة المصريين في الخارج الحقيقي. يعني والله يعني احنا دعواتنا طبعا للشعب الأوكراني، وربنا يحفظهم وربنا يصلح الأحوال بينهم يا رب، ومحدش يعني ما حدش فيهم يتأذي. ربنا إن شاء الله يفك الأزمة دي بسرعة وتتحل المشكلة بإذن الله، وربنا يصلح أحوالهم بإذن يا الله. رب. آخر مرة كلمتيه امتى؟ يعني آخر مرة كلمتي فيها محمد كان امتى؟ إحنا متواصلين معاه لحد دلوقتي يعني الحمد لله رب العالمين. هو طب الحمد آخر لله الأخبار؟ آخر الأخبار يعني هو المفروض يوصل الحمد امتى؟ يعني محمد المفروض هو يوصل امتى؟ الحمد لله رب العالمين الطيارة اتحركت، ودي يعني طب الحمد معجزة لله. نشكر ربنا عليها. الحمد لله رب العالمين الطيارة لسه متحركة، وإن شاء الله بيقول تقريبا 3 ساعات وتبقى هنا. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن محمد أصلا هو في أوكرانيا لما بيبقى حاجز عشان يجي السفر ده ممكن بياخد منه يعني أقل، يعني مش أكتر، يعني أقل وقت كان جالنا فيه خلال 24 ساعة، يعني بيقعد 24 ساعة عشان يوصل لنا هنا. طبعا مسافة طويلة طبعا. فطبعا ان يعني ربنا يرزقه بان البلد تبعت له طياره تاخده من هناك وتجيبه لحد هنا، يبقى 3 4 ساعات دي عندنا. دي حاجه الواحد مش مصدقها لحد دلوقتي. طب احكي لنا عن مشاعر والده ومشاعر اخواته. طبعا محمد ليه اخوات مش كده؟ محمد ليه اخوات، واحنا انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا خلال الاسبوع ده من ساعه ما الموضوع احنا الحياه متوقفه عندنا تماما. طبعا طبعا يعني طبعا. اخته في الكليه ما بتروحش، مش قادره تروح، وحتى اخوه كي جي مش راضيه اوديه المدرسه. بابا يقول لي طب يعني هو المدرسه في اوكرانيا، ما احنا هنا في مصر وديه. اقول مش حاسه، حاسه ان الدنيا كلها مظلمه. طبعا حاسين طبعا. الدنيا حوالينا كلها مظلمه والله. يعني الحمد لله رب العالمين. طيب هو كان الحمد لله يعني اتفضلي هو هم اتفضلي كملي. سافروا، هم سافروا الحمد لله ربنا كرمنا يعني، وقدر طبعا في صعوبه الوضع هناك، حتى يعني هم كانوا بيحاولوا يروحوا يحجزوا حاجة عشان يخرجوا من هو في تشيرنوبل يعني. وطبعا انا كنت خايفة عليه كمان لان في جنب قريب منهم المفاعل تشيرنوبل ده، لو حصل اي مشكلة فيه ممكن يعمل يعني حاجات اشعاعات وكده، خطر كمان على صحتهم يعني. فهو مجرد ما كان هو عشان يقدر يحجز حاجة يسافر بيها ممكن يفضلوا واقفين في طوابير كبيرة جدا، ويحصل مثلا غارة او حاجة طبعا. والسفرات انذار، فيرجعوا يقعدوا تاني في المخابئ. فعلا يعني اليومين موضوع صعب الاكرانيين دول جدا. يعني اذا تخيل كل اب وكل ام هذا الموقف، حقيقي موقف في منتهى الصعوبه. يعني الحمد يعني لله. انا ما بين نارين، انا خايفه ان هو يخرج من المخبأ عشان هو يحجز ويسافر، وخايفه عليه من الطريق، وفي نفس الوقت عايزاه يجي. فالحمد لله ربنا كرمه وحجز، وربنا كرمنا قلنا له يعني يروح رومانيا. هو مجرد يعني الحمد لله رب العالمين، هو بيقول لي مجرد ما عديت الحدود
الناس بقت عايزه تشيلنا من على الارض شيء، يعني بيقول لدرجه الناس بتيجي جنبي عايزه تشيل الشنطه مني. طيب لما محمد عرف خبر انه هيرجع مصر كان احساسه ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك، هو طبعا يعني فرحان بس هو خايف على مستقبله، يعني هي اخر كلمه قالها لي قبل اول ما لقى نفسه هيركب الطياره قال لي يا ماما انا خايف مستقبلي يكون ضاع، انا ما خدتش ورق من هناك. يعني لا ان شاء الله البلد هتكمل معاه برضو واكيد هتقف يعني جنبه، مصر دايما يعني مع ابنائها ما بتسيبهمش. دي الكلمه اللي قطعت قلبي بصراحه، يعني لما قال لي يعني تعب السنين دي كلها هو خلص، وكان المفروض ان هو في سنه كام؟ هو في سنه كام مهندس انجي؟ هو في اخر سنه طب اسنان وخلص امتحانات خلاص، وكان مستني يعني هو نجح خلاص في الجامعه، بس اللي هو المطلوب منهم بعد ما بيخلصوا في الجامعه بيمتحنوا في وزاره الصحه هناك عشان توثق لهم الورق، فهو كان مستني الامتحان، امتحن وكان مستني ان هم يخلصوا له الورق، يعني ياخد ورق من وزاره الصحه ويبتدي يوثق ورقه في الجامعه ويجي. انا متاكده ان وزاره التعليم العالي يعني هتوفق الاوضاع وهيكون في تواصل مع المسؤولين في ان شاء الله رومانيا، وان شاء الله باذن الله هو مجرد ما دخل والله ربنا يطمنك عليه، وان شاء الله بكره نكلمك وهو في حضنك ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، جزاكم الله خير، وربنا يا رب يحفظ مصر ويحفظ حكومتها وشعبها ورئيسها وما يحرمناش يا رب من بلدنا ومن الامن والامان فيها يا رب العالمين. امين يا رب العالمين، جزاكم الله خير، ومتشكره قوي 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 لاهتمامكم، وربنا يبارك فيكم كلكم يا رب، جزاكم الله خير. امين يا رب. شكرا جزيلا المهندسه انجي والده محمد احد العاملين في اوكرانيا، نقول بقى احد الطلبه في اوكرانيا عفوا. وطبعا زي ما قالت المهندسه انجي والده محمد ان هو راكب الطائره دلوقتي وراجع على القاهره، طبعا يعني بصراحه شعور لا يمكن وصفه باي شكل من الاشكال، رحله صعبه اكيد قضوها او قضتها الاسره دي، الاب الام الاخوات والاخوه. طبعا فعلا اذا كل اب وكل ام حطوا مكانهم مكان المهندسه انجي مامه محمد اكيد الموقف يعني في منتهى الصعوبه. طبعا بنشكر الجهات المسؤوله، بنشكر سياده الرئيس او فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشكر برضو وزاره الخارجيه على هذا المجهود الكبير والمضني في محاوله يعني الحمد لله الوقوف بجانب ابنائنا في الخارج، نشكر برضو سفارتنا السفاره المصريه في بوخارست.